هناك قصف منذ أمس على مخيمات النازحين التابعة لمنظمة الأونروا، وصعوبات طبعا تواجه الهلال الأحمر الفلسطيني والإسعاف والدفاع المدني في انتشال جثث الشهداء والمصابين والجرحى، أيضا صعوبات بسبب نقص الخدمات الطبية وتوقف المستشفيات عن العمل التي يتجه إليها هؤلاء المصابين والجرحى جراء هذا القصف المتواصل. يعود إلينا مرة أخرى صوت بشير جبر في خان يونس. بشير، أعود إليك مرة أخرى، وكنا نتحدث عن التداعيات الناتجة عن القصف الذي طال مخيمات النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، وأيضا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل في أكثر من مكان في قطاع غزة. ما التطورات لديك؟ معلم يا حسن، تحية لك حسانية. بالفعل التطورات متواصلة في ظل هذا التحليق المكثف لطائرات الاحتلال الحربي الإسرائيلي التي لا تتوقف عن قصف قطاع غزة بشكل عام، بالإضافة إلى المدفعية الإسرائيلية التي لا زالت تتساقط باتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة، وتحديدا في شمال القطاع في جباليا وفي الجنوب في مدينة رفح. وهذا القصف الإسرائيلي والجريمة والمجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في المنطقة الغربية لمدينة رفح والمكتظة بالنازحين الفلسطينيين، مما أدى إلى ارتقاء 35 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصابة 100 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. هذه الجريمة التي ترتكبها إسرائيل حقيقة حساني هي تأتي في ظل معارضة دولية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق مدينة رفح والعملية العسكرية ضد هذه المدينة، مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، أيضا في ظل استهدافات إسرائيلية متكررة للمراكز التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أو في محيطها، حيث هذه المجزرة التي ارتكبت بجوار مقر يتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والخاص بتوزيع المساعدات الإنسانية، وهو مركز يعني معروف إحداثياته لدى الاحتلال الإسرائيلي، ويكتظ حوله الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا من المناطق الشرقية لمدينة رفح وكذلك من المناطق الشمالية لقطاع غزة، وباتوا في هذه المناطق على اعتبارها منطقة آمنة كما يقول الاحتلال الإسرائيلي، لكنه يعيد مجددا التأكيد بأن لا منطقة آمنة في قطاع غزة جراء هذه الاستهدافات التي يعني تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين سواء من الطائرات الحربية الإسرائيلية وكذلك القصف المكثف من الزوارق باتجاه. لكن يعني بشير، يعني في ظل هذا القصف والاستهداف الكبير للمخيمات النازحين المختلفة، هناك أيضا نقص في الخدمات الطبية، نقص في الأدوية أيضا، كيف تبدو صعوبة هنا في علاج المصابين والجرحى الذين تزايد عددهم بشكل كبير، وخاصة أن المستشفيات تفتقر لتقديم مثل هكذا خدمات صحية؟ حقيقة حساني، المنظومة الصحية والإغاثية في قطاع غزة في دائرة الاستهداف الإسرائيلي منذ اليوم الأول للعدوان، شهدنا أكثر من 160 مستشفى توقف عن العمل ودمر جراء العدوان الإسرائيلي، 33 مستشفى دمرها الاحتلال الإسرائيلي، سيارات الإسعاف وسيارات الطواقم الإغاثية، وكذلك هذه الطواقم استهدفت بشكل مباشر، وفقدنا العديد من هذه الطواقم وسيارات الإسعاف جراء هذا القصف الإسرائيلي، ما أثر على قدرة هذه المنظومة الصحية بداية من الوصول وانتشال المصابين والشهداء من أماكن القصف، وأيضا قدرة المستشفيات التي لا زالت تعمل حتى هذه اللحظة غير قادرة على تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والجرحى، نظرا لفقدانها الوقود وكذلك لفقدانها الأدوية والمستلزمات الطبية التي تعين الأطباء هنا على مواصلة تقديم خدماتهم للمرضى والجرحى، وبالتالي الأوضاع الصحية لهذه المستشفيات هي كارثية للغاية ولا تستطيع تقديم الخدمات المثلى للجرحى وخصوصا الجرحى في المصابين إصابات خطيرة وبالغة الخطورة.
سوف نكون معك في جديد هذه التطورات وهذا الاستهداف الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة. أشكرك، كنت معنا مباشرة من خان يونس بشير جبر.